اطول لاعب في اسيا، اطول لاعب في هذه المسابقه الاسيويه، مترين من الطول للعملاق الاسترالي هاري شوتار صاحب 25 عام وال21 ظهور مع منتخب الساكرز نجم ليستر سيتي الانجليزي، المدافع الهداف 10 اهداف، اعاده من جديد لكره العجان كادت ان تاتي من جديد، كادت ان تضرب الشباك الاستراليه مرمى الساكرز بعد يعني اخفاق ماتيو رايان في التصدي الاول، لكن محظوظ وصل اليها، انقذ مرمى وانقذ منتخب استراليا من قبول هدف التعادل. لمسه بالراس، محاوله من جديد لصالح المنتخب السوري، يسار خريبين، بينيه رائعه، انطلاقه من اجل هدف، خطيره الكره على فهد اليوسف في عرض الملعب، رمضان السحار، رمضان، هي كره لخريبين لكن تعود من جديد عمار رمضان يضغط فيها، كره سوريه وعوده القوه السوريه والروح السوريه مجددا، كروما الثائر من هناك على الجهه اليسرى، لمسه قصيره عن فهد اليوسف، مره اخرى استمع للجمهور، اسمع الجماهير، سوريا سوريا سوريا، ويس كره الواحد اثنين، جميل عبد الرحمن، بينيه اكثر روعه، لقطه خطيره عند خريبين، خريبين التف دار، وجد عمار رمضان على الناحيه اليمنى، عمار الوانتور رائعه، خريبين حاولت عبور لكن الدفاع الاسترالي كان اقرب، والكره ترتد مجددا لصالح الكنغارو، حذر من هذه المساحه الخاليه امام اللاعب سلفيرا، سامويل عودة ويس، وقتال رائع، قتال للطائر، ويس يحطر عكسيه رمضان، الفنان حولها عند خريبين، خريبين اسقط على ارضيه الميدان، حكم اللقاء لن يشير الى شيء، حكم المباراه نقبل لن يشير الى شيء في اللقطه الماضيه، كرة مشتركة، وخريبين البست فوتبولر 2017 تأثر بهذه الكرة بهذا التداخل، لكن حكم اللقاء لم يشير لشيء، كرة عند حارس المرمى ماتيو رايان، هذه الإعادة للقطة الماضية وقتالية عبد الرحمن، ويس شرس، مقاتل سوري حقيقي بقلب قوي، وخريبين يتعرض للعثار للتدخل من كيانو باكوس، لكن يعني لا وجود لأي تفاعل من حاكم اللقاء سيد أحمد النقبي، كورة من جديد، ثلث ساعة باقية للوقت الرسمي، بالروح الموجودة على المدرجات بهذه الصيحات السورية، منتخب نسور قاسيون لازال في الميدان، لازال موجود، كورة طويلة لكن بعيد جدا، أيهم أوسو يقدم اعتذاره لرفاقه والبريف هارت، معليش معليش كرة بعيدة، هكتور كوبر على الصورة، أعطينا الحلول يا كوبر، أيوة الثعلب الأرجنتيني، أعطينا الحلول اليوم لنسور قاسيون لإدراك التعادل على الأقل، رمية جانبية لصالح المنتخب الأسترالي، رمية تماس طويلة من جانب المدافع الأسترالي، وخطأ يعلن السيد أحمد النقبي لمصلحة ميتشل دوك، موجب منتخب أستراليا، ميتشل دوك 32 عام من المخضرمين، محترف في اليابان، تخيل أنه ميتشل دوك هذا المهاجم يملك 11 هدف سجلها في 32 لقاء، والمدافع العملاق ستار يملك 10 هدف في 21 لقاء، كرة من جديد لصالح كاميرون باتشس، يشترك بالراس الكرة، راس الكرة العودة الأسترالية، راس الكرة طويلة جدا، تحول إلى رقم تماس، كوبر والتعليمات والتفاعل متواصل لصاحب ال 68 عام المعين لتدريب المنتخب نسور. Thank you.
البري البريفارت من يهموس ويتصدى، وعمر خريبين يتعثر من جديد مع تداخل باكس. عمر خريبين على الصورة، عمر ورفاقه مطالبين ببذل كل الجهود الممكنة بقتالية باستماتة في أرضية الميدان. هذا ما قال كوبر، قال يعني سنستميت ونميت أنفسنا من أجل الانتصار، نحن في الانتظار. منتخب نسور قاسيون مطلوب منه أن يمر ويعبر عن هذه المجموعة من هذا الدور للمرة الأولى تاريخيا. كرة مجددة أسترالية، كان باكس بينية في وسط الميدان فيها تعثر للاعب ماكري. أياموس وذا البريفارت تقلب الأسد مجددا، القلب الشجاع والقلب السوري القوي. وكرة ثابتة لصالح المنتخب الأسترالي بعد التغطية، بعد الضغط المرفق بمخالف الرايلي ماكري بديل الشوط الثاني. أحد البدلاء الثلاث، ثلاث تبديلات أسترالية، تبديلين لكوبر للمنتخب السوري. أوسو وكرة عند ستار، مناولة طويلة عميقة، الكرة أطول بكثير مما ينبغي. مباشرة تحولت إلى رمي تماس بعيدة على سيلفيرا. هيكتور كوبر على الصورة، وويس يدأها بتنفيذ رمي التماس. ربع ساعة تفصل المنتخبين، تفصل منتخبنا نسور قاسيون عن نهاية المواجهة الثانية. نتمنى أن لا تنتهي هذه المواجهة إلا والتعادل في المرمى الأسترالي حاصل. حصار كرة عند ويس، بينية بتشاخل الياس لكن طالت عليه، فقد السيطرة. ماكري في وسط الميدان، رايلي ماكري لصالح المنتخب الأسترالي. يوقف اللعب السيد أحمد النقبي حكم اللقاء، الحكم الإماراتي يوقف اللعب حاليا. كما قلت تاريخيا يعني منتخب أسترالي نلقيه للمرة الرابعة، وننتظر فوزنا الأول عليه. طبعا يعني الأمور أصبحت أكثر صعوبة الآن، لكن على الأقل إدراك التعادل مرة أخرى كما حدث في ذهاب ملحق 2018 عندما أدركنا التعادل وعدنا بفضل كرة العقيد. عمر السومة الذي أدرك هدف التعادل وسجل أول هدف تاريخي لسوريا في شباك أستراليا في اللقاء الأول ما بين المنتخبين قبل اللقاءين اللذين جاء في الملحق وفي بطولة 2016. هذه عادة لكرة الهدف الوحيد للأسف، يعني كان ممكن تفاديها، كانت لمسة ممكن أن تخرج هذه الكرة. إزيكيل حاول عليها ضاعت، خليل الياس تخطى إرفاين ببراعة حقيقة، خدع خليل في هذه الكرة ومر وعبر من أمام مدنية وسجل هدف أول يسعد جمهور أستراليا بهدف التقدم لمصلحة الساكرز لمصلحة الكنغرو الأسترالي. يبدو أنه هناك تبديل قادم في تشكيلة نسور قاسيون. يتأهب المدرب للدفع بالشاب الموهوب أنطونيو يعقوب أحد الشبان اليافعين، يتأهب لدخول أرضية الميدان. واحدة من المفاجآت يعني من كوبر. عموما أنطونيو يعقوب يتأهب، إن شاء الله الدقائق القادمة تحمل الفرصة لإدراك التعادل وتحمل الفرحة لعشاق النسور لأنصار سوريا لجمهور سوريا في كل مكان. ويس لمسة طويلة من عبد الرحمن خارج الميدان، إذا في الطريق الآن البديل الثالث في التشكيلة السورية، ثالث بدلاء نسور قاسيون في هذا اللقاء. أنطونيو يعقوب، أنطونيو يعقوب يأخذ مكان يسار. أنطونيو يعقوب إلى أرضية الميدان أمامنا على الصورة، النجم الشاب اليافع إلى أرضية الملعب. أنطونيو يعقوب وكذلك يعني تبديل في تشكيل المنتخب الأسترالي، ميتشيل دوكو والآخر غادر ودفع المدرب جراهام أرنولد بالمهاجم فورنر رولي. فورنر رولي إلى أرضية الميدان كبديل أسترالي رابع في هذا اللقاء، بينما كما قلت ثلاثة تبديلات مع دخول أنطونيو يعقوب 21 عام المحترف السويد إلى أرضية الميدان. كرة عند عبد الرحمن ويس لكن مضغوط عليه، كرة تطول تتحول خارج أرضية الملعب إلى رمي تماس لمصلحة نسور قاسيون. في صراع مع الزمن، في صراع مع الوقت حاليا،
الامور صعبه بكل تاكيد، وفي كره من جديد لصالح المنتخب الاسترالي. فورمان رولي واللمسه بعد دخوله مضغوط عليه، لكن كره يستعيدها منتخب سوريا. اللمسه قصيره من وسو، كره لثائر كروما. ثائر محاوله تقدم، ثائر كروما ينقل كره بهدوء. كره من جديد في عوده تراجع عند ياموسو. ثائر كروما ثنائي الدفاع، اللمسه بينيه، الكره في الجهه اليسرى، اللمسه قصيره عن فهد اليوسف، فيها تراجع وعوده مره اخرى. مطلوب البحث عن الهدف، مطلوب شيء من المغامره، خاصه بانه نحن الان نلامس يعني الدقائق العشر الاخيره في مشوار الوقت الرسمي لهذا اللقاء. اخر عشر دقائق في مشوار المواجهه تقريبا في الوقت الرسمي. كره من جديد لصالح مسعود قعسون، ملعوبة طويلة بالراس، كرة مجددا سورية عن طريق عمار رمضان، مشترك الكرة أنتوني يعقوب، يحاول الضغط، الكرة تعبر في الجبهة اليسرى لصالح أستراليا. ويلز مساندة قوية لكن صافرة إماراتية، صافرة إماراتية، ومخالفة أعلنها السيد أحمد النقبي لصالح منتخب سوريا. من جديد كرة طويلة بحثا عن خربين، الكرة لا زالت في الميدان، ينجح الاسترالي في الوصول والحصول على هذه الكرة. تقدم على الجهة اليسرى من جانب صامويل سلفيرا. عبد الرحمن ويس، المنتخب الاسترالي صحيح قوي، صحيح لديه كل الامكانيات، لكن اعتقد انه ضرب الدفاع الاسترالي ممكن حتى قبل الصافرة بلحظات. كرة طويلة من رمضان، خطيرة من هناك، فهد اليوسف، ضغط استرالي لتخرج الكرة من قدم جريفن جونز إلى رامي تماس. رمي جانبية لصالح منتخب سوريا، مناولة قصيرة، كرة مرة أخرى من ياموسو باتجاه رمضان. رمضان محاولة الاختراق والعبور، المحاولة باقية سورية عند عبد الرحمن ويس. الطائر، جناح الطائر، الظهير الطائر على الجبهة اليمنى، يكسب رامي تماس. كرة عمار رمضان، رمضان على الأرض، حولها في عودة تراجع عند سكيل. سكيل باتجاه فهد وباتجاه عشان، عشان لفهد اليوسف، مؤيد يعود عند سكيل، بينية لكن الكرة تخرج من الدفاع الأسترالي، والمحاولة طويلة، كرة مشتركة بالراس، تدخل من ويس، قتال كبير من ويس. ويس بروح وإصرار وقتال وقلب قوي، ويس يسقط يتعثر ليكسب مخالف لصالح المنتخب السوري بعد تدخل فورمان رولي. كرة ثابتة لمصنع كسور قاسور، لا زال لدينا الأمل، لا زلنا متفائلين، والجماهير السورية تهتف سوريا 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 مجدد. ركلة مرمى، تفاعلت وتحركاته والمساحات التي يخلقها تكوتر، تفاعل العجوز الأرجنتيني، بينما عمر خريبين يشير بأنه كان يطالب بخطأ بلمسة يد. كما قلت أساسا كان خريبين في وضعية تسلل خلف الأستراليين، خلف دفاع الساكرز. ماتيو رايان صاحب القناع، صاحب شارة القيادة، كابتن منتخب أستراليا، الذي يدفع الآن بآخر الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق كوبر بثلاث اوراق اضافيه وبورقتين اضافيتين بعد اجراء ثلاث تبديلات. مؤيد العجان، عجان لمسه قصيره عند فهد اليوسف، فهد اليوسف عوده تراجع بالكره لثائر كروما، محاوله ومناوله، لا زال هدف التعادل ممكن، لا زال هدف التعادل ممكن من بعيد. فهد اليوسف، فهد اليوسف تصويبه قويه لكن عاليه، لا زال هدف التعادل ممكن، لا زالت العودة ممكنة ولو بنقطة. أرنولد
الوحيد في توجيهاته الأخيرة في اللحظات الصعبة الباقية من عمر المواجهة، 6 دقائق أخيرة لنهاية الوقت الرسمي لانتظار الدقائق 90. ركلة مرمى عند ماتيو رايان على الأعصاب، الكل يجلس على أعصابه يراقب يتابع ويمن النفس بالهدية السورية، يمن النفس بهدية مسؤول قاسيون. اليوم لا زالت ممكنة نقطة التعادل، لا زالت في الميدان. كرة طويلة كروما، اللمسة جميلة من كروما، عودة السيطرة عن خليل الياس، تراجع بالكرة فائر كروما مع عبد الرحمن لويس في الانتظار على الشبه اليمنى، لمسة سريعة رمضان، رمضان الفنان، رمضان عمار، مطلوب مباشرة أكبر في اللعب، مطلوب التوجه باتجاه خط المقدمة، وهنا تدخل قاسي الغاية على موية العجان، تدخل قاسي من جانب اللاعب الأسترالي ضد موية العجان. خليل الياس يقول لحكم اللقاء التصادم كان مباشر ومؤلم. السيد النقبي حكم اللقاء الإماراتي يكتفي بالإعلان عن كرة ثابتة خطأ لمحمد يا أجمل. بطاقة في وجه سامويل سيلفيرا بديل الشوط الثاني في تشكيلة منتخب أستراليا. تدخل قاسي، الدفاع مبالغ فيه ودخول قاسي على العجال، كرة عند حارس المرمى عند المدنية. مدنية مدنية، الجماهير السورية تناديك وتنادي النصور باسم سوريا، سوريا مدنية، أحمد مدنية. كرة طويلة أقل من 5 دقائق للنهاية الرسمية. إرفاين، إرفاين صاحب الهدف الأسترالي الوحيد، وفي كرة من جديد ينتزع إيسيكيل، إيسيكيل إلى أنطونيو يعقوب، ضاعت عليه الكرة، سوترار العملاق يتقدم، لحظة الوحش الأسترالي خطير جدا، فرصة داخل منطقة الجزاء، الحمد لله مرة سلامات، ليبقى الآن القائم موجود أنطونيو يعقوب، عليه أن يجود بما يستطيع، عليه أن يقدم أفضل ما لديه. كل اللاعبين مطالبين في هذه اللحظات والأوقات الصعبة بأفضل المجهودات، لكن اللياقة والتركيز الثاني يجب أن يبقى حاضرين حتى الصافرة الأخيرة رغم كل الصعوبات والتحديات. اللمسة قصيرة عند عزيز بايج، عودة لكاميرون بيرجس، كرة لماتيو رايان، ماتيو رايان اتجاه العشان ثماتيو رايان المقنع اليوم، الحارس المخضرم، الحارس الاسترالي. نعم سوريا، سوريا في مدرجات مره اخرى، سيطر على الكره لصالح النصور، ريان اوسو، افضليه لصالح المنتخب السوري. اللاعب يتواصل، الكره وصلت باتجاه كروما، فائر كروما، بينيه جميله لكروما، لمسه قصيره من خليل الياس، من هناك في الانتظار على الشبه اليسرى يطلب الكره مؤيد العجان، عوده لفهد اليوسف، فهد المؤيد، مؤيد مجددا، مؤيد عجان يتراجع بالكره، اللمسه وصلت لفهد كروما، 3 دقائق اخيره لنهايه مشوار الوقت الرسمي، لا زال لدينا الامل، لا زال يحثون الامل، نتطلع بامل، كره فيها تقدم المسور، قادمين بكعب القدم بروعه سوريه، كره عرضيه لكن اقرب اليها الدفاع الاسترالي، اقرب اليها مدافعي منتخب استراليا. ويس من جديد يلقى الكره من بعيد، خطير إيسيكيل، لا 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 لا، إيسيكيل 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 إيسيكيل، فرصه في مواجهه المرمى في توقيت قاتل، سوريا 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 سوريا، المدرجات تهدر، المدرجات تسطح، الجمهور يستحق رد الدين بهدية تفرح السوريين، الوقت يضيق، صعوبات كبيرة، الآمال مستمرة، لا زال هناك متسع، لا زال هناك في الوقت بقية، لا زال هناك لقاء قادم للنسور السورية. ركلة مرمى عند ماتيو رايان، طويلة من ماتيو، لكن لمسة مباشرة خارج الميدان، دقيقة وبضع ثواني على انقضاء الشوط الثاني على نهاية مشوار المواجهة وكما قلت لا زال الأمل موجود فيما تبقى من دقائق، لن نرمي المنديل أبدا، لن نستسلم مطلقا، ولا زال أمامنا الفرصة في المواجهة الأخيرة. ارفعي كرة على الجبهة اليسرى،
اللقطة خطيرة ماجري، اللمسة قصيرة والكرة تعود أستراليا من جديد عن بول. كرة تغادر الميدان إلى رمد ماس يحميها بذكاء بخبث كروي كبير بول، لتغادر إلى رمد ماس الدقيقة الأخيرة في انتظار الحكم النقبي كان مس يضيف من وقت بدأ ضائع. رمية جانبية لصالح الأستراليين، برايتش كرة طويلة بالرأس وصلت على الجبهة اليسرى، صراع كبير على الكرة في مساحة ضيقة، صراع واشتباك وانطلاقة أسترالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، الحافة المطلوب والهدف الثاني مرفوض. إرفاين لقطة خطيرة عند فورلان رولي، إرفاين مجددا عطية لمسة على الطائر بعيدة من السفيرة، لمكافأة فارق الأهداف سيدخل في الحسابات والحسبة، ربما يكون هدف يعني مؤثر ويغير كل المعالم، وربما يأتي الهدف بفرصة وربما يبعد فرصة، بالتالي مطلوبا أن نقبل هدف ثاني مهما حصل. هذا الشهور الوفي الرائع الكبير المساند الذي يهدر ويصطح بلا توقف. سوريا سوريا سوريا، الوقت الرسمي انتهى بالكامل، الوقت الرسمي مر وانقضى 6 دقائق كما حصل في نهاية الشوط الأول، 6 دقائق إضافية. كرة خطيرة عن فورمان رولي، يأخذ كرة لماجري على الشبه اليسرى، راي لماجري تمريرة قصيرة لإرفاين، إرفاين ماجري، كرة لمصلحة المنتخب الأسترالي في الشبه اليسرى، فيها تراجع وعودة للبديل كيانو باكوس. ستار ماذا سيحصل لو سجل مسوق قاسون الهدف في هذا الوقت القاتل؟ المدرجات ستنفجر، الساحات ستعلو والافراح ستكون كبيره جدا. لا زال الامل موجود، نامل نتامل، وكما قلت لابد ان نصل ولابد ان نقاتل حتى الثانيه الاخيره في اللقاء القادم. كره من جديد لصالح المنتخب الاسترالي، لكن تصدي وتحدي رائع من ازكيل، ازكيل العمار، رمضان عمار 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 في روح عالية بقتالية، لكن أمامه تغطية دفاعية من جانب الأستراليين. سافيرا سافيرا يحافظ على الكرة بمهارة، طبعا بطبيعة الحال التعب يعني أصاب منتخبنا يعني شوط المباراة الثاني، على صعيد الأداء البدني كان مرهق متعب لمنتخب سوريا أمام المنتخب الصعب المراس، المنتخب الثقيل جدا، أحد المرشحين منتخب أستراليا. ينجي تمريرة قصيرة لصالح المنتخب الأسترالي، إرفاين إرفاين ينقل اللعب لمصلحة بايج، إرفاين إرفاين مجددا، دقيقتين من عمر الوقت بدل الضائع مرتا حتى الآن، وكرة أسترالية عميقة فيها استقبال جميل من ماجري الخطير، ويس الحذر إلى ويس، مرور رائع أحمد مدنية، أحمد مدنية تدخل بشكل مميز، لكن الخطر باقي. الأستراليين خطيرين، الأستراليين صعبين، الأستراليين متمرسين، لكن السوريين بالقلوب برغبة 9 ملايين لا زالوا حاضرين. خليل الياس على أرضية الميدان، كرة ثابتة يكسبها منتخب سوريا، لحظات أخيرة أو اللعب متواصل على يبدو، السيد المقبل لا يعني عن شيء، الكرة تعود لصالح المنتخب الأسترالي، أسترالي الكرة مناولة طويلة من جانب المنتخب الأسترالي، أوسو بالرأس، إرفاين أحد أبرز نجوم المواجهة بدون أدنى شك، صاحب الهدف الوحيد أولا، يعني هو من وقع هدف المنتخب الأسترالي الوحيد، هدف المباراة الوحيد حتى الآن، وهو يعني أحد الأكثر فاعلية وقوة. كرة عرضية في غاية الخطورة، سلامات مرت سلامات، هذه الكرة من أمام فورمان رولي، قوي المنتخب الأسترالي ومنتخبنا أجهد حقيقة، يعني واضح التعب على المدافعين كبير جدا وعلى لاعبي وأفراد منتخب سوريا عموما، دائما من يلعب دفاعيا يتعب أكثر، من يتراجع ويعود دفاعيا يعني يقع في الأخطاء بشكل أكبر. عموما 3 دقائق أخيرة متبقية، 3 دقائق باقية على صافرة النهائي، ومنتخب أستراليا متقدم على منتخب مسوق قاسون، على منتخب سوريا بهدف كرة عمار رمضان، يبقى الكرة في الميدان، عمار مراوغة أولى، عمار عودة باتجاه أوسو، أيهر بينية الكرة، لمسة خاطئة في غير توقيتها من إزكيل، كرة لصالح الأستراليين، باكوس للبديل ينجي، ينجي يفضل التراجع واللعب بهدوء، منتخب أستراليا يلعب بأعصاب مرتاحة،
بهدف دون مقابل، كرة عند رايان ماتيو على بعد دقيقتين أخيرتين قابل صافرة الختام. ماتيو رايان يعز علينا حقيقة أن يخرج هذا الجمهور الرائع بدون نتيجة إيجابية، لكن إن شاء الله القادم أفضل، القادم أجمل، ولا زال هناك أمل في لقطة خاطفة، في ضربة قاتلة يعني في اللحظات الأخيرة، ربما التعادل يأتي، وعلى الأقل لابد أن نتمسك بالأمل، محكومون بالأمل دائما. ننتظر مواجهة المنتخب الهندي، مواجهة ثالثة في المجموعات. كرة أستراليا من جديد عند رفاعين، رفاعين اللمسة خاطئة لكن الدفاع الأسترالي موجودة، لاحظ السرعة يعني بعد أكثر من 94 دقيقة، لكن ويس الرائع المقاتل، ويس المقاتل السوري الحقيقي عمار رمضان، عمار رمضان اللمسة قصيرة مشترك الكرة خارج أرضية الميدان من قدم رفاعين، وحاكم اللقاء يحتسب رمي جانبية لرفاعين، كلفة على آخر من لابس الكرة كان أنطونيو يعقوب، آخر من لامس الكرة كان أنطونيو يعقوب. عظوما الوقت الرسمي انتهى منذ زمن، والوقت المقدر بدأ ضائع، دقائق الستة تشرف على النهاية. كرة من ويس ينجي في اللحظات الأخيرة، والمنتخب الأسترالي لازال يعني يتحكم بالرتب. برفاين كرة قصيرة لمسة على الجهة اليسرى لماجري، ماجري لارفاين، حذر من هذه اللقطات الأخيرة من آخر الثواني. كرة مرت جانبية، مرت بخير وسلامة على الشباك السورية، لأنه كما قلت يعني مطلوبا لنقبل هذا الثاني، أمر أساسي جدا. كرة مباشرة تجاور القائم الأيمن كانت خطيرة، كرة سورية قد تكون الأخيرة قبل الصافرة، تقدم سريع، مؤيد عجان، مؤيد عجان لكن يصطدم بخبرة وقوة رفاعين، وفي هذه الآونة تحديدا حكم اللقاء السيد أحمد النقدي يطلق صافرة الختام بفوز المنتخب الأسترالي على منتخب سوريا بهدف دون مقابل. هارد لك لمنتخب نسور قاسون، لازال الأمل ممكن، لازال الأمل موجود، ولازلنا نأمل وننتظر المواجهة القادمة علها تكون مواجهة الفرح والتأهل. مشاهدينا الكرام سعدنا بصحبتكم، نلقاكم بمشيئة الله في موعدة كروية قادمة، لكم مطلع التحيات وإلى اللقاء. أما الآن فعودة إلى الاستوديو إلى الزميل طارق الحمد. شكرا مظهر اليوسف، نتيجة غير جيدة بالنسبة للمنتخب السوري، انتصار أستراليا 1-0، وأستراليا هي ثاني المتأهلين إلى دور 16 مشاهدينا الأعزاء بعد محاولة سورية في شوط المباراة الأول في شوط المباراة الثاني، بالرغم من بعض التغييرات وبعض النهج التكتيكي الذي اعتمده كوبر في الشوط الأول والشوط الثاني، إلا أن المباراة قد انتهت بانتصار أسترالي 1-0. هذا الهدف الذي سجل في الشوط الأول، وكنا قد أبشرنا خيرا بأن سوريا ربما تتغير في شوط المباراة الثاني من أفضل، بعد أن كانت في 10 دقائق أو 15 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول كانت بوضع جيد من الناحية الفنية والبدنية أيضا، ولكن في الشوط الثاني كانت هناك أمور مختلفة تماما بالنسبة للسوريين. سعدنا نتناقش مع عمر السومة ومبارك مصطفى عن ما هي مسببات ظهور سوريا في شوط المباراة الثانية بهذه الطريقة. عموما 1-0 هي النتيجة النهائية. هنا لاعبي المنتخب السوري الذين يحيون جماهيرهم الحاضرة والتي بلغت أو تجاوزت 10,000 متفرج في هذه المباراة. عمر هارد لكم وهارد لنا أيضا. النتيجة هي غير جيدة، ولكن المنتخب في الشوط الأول كان أفضل من الشوط الثاني. لازم يسوون مباراة قصيرة، خسارة متوقعة صراحة، حتى التعادل يعني ممكن ما كان تستفيد من شيء، وأنت لابد من مباراة جاية تفوز على المنتخب الهندي عشان تكون الثاني. صحيح. كان المركز الثاني الأفضل ثاني. الشوط الثاني يعني نفس الطريقة بدون مباراة، بعد ما تسجل فينا الهدف، وهذا كنا متوقعينه على أول الشوط، يعني إذا سجلت هدف إيش ممكن راح يعمل المباراة؟ سجل فينا هدف، اللعيبة طلعت شوي من مراكزها، تقدمت لقدام. لكن
أكيد كان ضايق شوي باللمسة الأخيرة من بعض اللاعبين. ما لازم يصير إن شاء الله. نعم لازم يصير المباراة في الأخير أصلاً عن المباراة. صحيح. هذا هو جدول الترتيب مشاهدينا الأعزاء بعد نهاية مباراة اليوم الجولة الثانية من هذه المجموعة، حيث المنتخب الأسترالي بكامل النقاط 6 نقاط مشاهدينا الأعزاء من انتصارين مهمين في هذه المجموعة. المنتخب الأوزبكي في المرتبة الثانية من مباراة واحدة بنقطة واحدة بعد أن تعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب السوري. أما سوريا ثالثا التي خسرت قبل قليل من أستراليا، وأخيرا الهند بدون نقاط. النتيجة النهائية 1-0 للمنتخب الأسترالي مشاهدينا الأعزاء، وخسارة سوريا في مباراة اليوم، ولكن أستراليا هي ثاني المتأهلين. مشاهدينا الأعزاء والتي تتزين بهذه البنايات وهذه المباني المميزة، والتي تشهد بطولة أمم آسيا هنا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث الانسيابية في كل مكان، في الطرقات وفي الشوارع وفي الملاعب أيضا وفي كافة المجالات. هنا مشاهدينا الأعزاء الخروج الانسيابي للجماهير الغفيرة التي حضرت هذه المباراة، بلغت أكثر من 10,000 متفرج في استاد جاسم بن حمد في ملعب السد، والتي حضرت هذا اللقاء وكانت تمني النفس بأن سوريا تخرج منتصرة في هذه المباراة، ولكن الحمد لله على كل حال قدموا ما عندهم وما لديهم، وإن شاء الله في المقادم مباراة الهند يعوض الجمهور السوري الذي حضر هذه المباراة من قبل منتخب بلادهم. كنا معكم مشاهدينا الأعزاء في هذه المباراة. مبارك مصطفى، هل سؤال تقليدي يعني، هل كان بالإمكان بالنسبة لي منتخب سوريا أفضل من الشوط الأول؟ المفروض أن يكون أفضل، لكن شوف أنا بتحدث عن المدربين، شوف الفرق المدرب الأسترالي وفرق المدرب السوري. المدرب المنتخب السوري كيفان إبراهيم، التغييرات دائما كانت متأخرة. الأسترالي غير في الدقيقة 56 بدل ثلاث لاعبين دفعة واحدة. ليش؟ بحق على نتيجة المباراة، بحق على التسجيل. هو يبحث على ثلاث مباريات، من ثلاث مباريات يكون مسجل المجموعة. المباراة الأخيرة بالنسبة له ما راح تكون صعبة نفس صعوبة مباراة سوريا، ومعظم المباريات راح الفرق كلها تلعب مع بعضها، تلعب معاك بهالأسلوب. المنتخب الأسترالي بعد تغييرات الثلاث لاعبين فتح ملعبه، كان يلعب على طرف أكثر. مرة
60 قريبة للغاية، ها هي صافرة النهاية. الخسارة شعور مرير دائما، لكن يحق لهم الاعتزاز بأدائهم، فقد قدموا أداء راقيا في كرة القدم، ويتفق معي في ذلك جمهورهم الذي وجه لهم التحية في الملعب. المنافسة الكاسية راح تكون، أو هي جاية بعد بطولة مميزة خلدها التاريخ، بطولة قطر 2022. إن شاء الله بإذن الله أنا راح نستفيد من هذا الأمر في عمليات بطولة كأس آسيا. والدليل على ذلك استخدام 7 ملاعب مونديالية تكون موجودة معنا، فنقدر نقول إن شاء الله بطولة آسيوية ب7 مونديالية لأول مرة. ملعب موسيقى من الخارج.
القوي وينجح في استعادتها. يلعبوها للأمام. يلعب كرة ساقطة جميلة. الكرة إلى الخلف، اندفع إلى هناك.
مخالفة موجودة والتسديدة حكيمة. Yeah.